في قلب بكين، وعلى مدار 6 أشهر استقطب جناح دولة قطر المشارك في المعرض الدولي للبستنة إكسبو بكين 2019 أكثر من 2 مليون زائر، تعرفوا على تاريخ دولة قطر وجهودها وإنجازاتها في المجال البيئي والزراعي على وجه الخصوص وفي مختلف المجالات بشكل عام. وكعادته في مختلف المحافل الدولية، كان الجناح القطري قبلة لزوار المعرض من مختلف الجنسيات والأعمار، والذين أبدوا إعجابهم بفعاليات الجناح التي عرفتهم عن قرب بالثقافة القطرية الأصيلة. My visit today was very pleasant, very interesting, and also I admire very much what you have done in this pavilion. You know, this is a very complete, a comprehensive vision, not only of the thing of the expo, of the plants, greenery, but also of the culture of Qatar, of your vision for the future. And you know, how are you involving the young generation, the children, teaching them about nature, about plants, and also, you know, how can they can become, you know, more discerning and more civilized with respect to nature. تصميم الجناح الذي استلهم من شجرة السدرة وأقيم على مساحة بلغت 2100 متر مربع أسهم في نقل صورة مشرفة لجهود دولة قطر في الزراعة والبستنة، بالإضافة لتاريخها العريق الذي أحيا في قلوب كل من زار الجناح فكرة زيارتها في قادم الأيام.